غاضني بزاف بزاف. انا بعثت لراجلي قلت له اجري ناجي هنا لكل شيء تبرو الريح عطاجي هاكم هاكا باش تاخدو فيها. ها هو البنات كيكون لو بخي تاعها البنات 140 ماشي 160. كنت شريت 3 فاز، المهم شريت هذا. لا لاحظتوا راهم يبيعوهم بزاف رش بزاف ويزر بروحو. انا راح نعطيكم هذا الكوفولي، قولي لو بخي تاعو يدير 550. المهم شوفوا هنايا البنات بغيت نعطي فريمون البنات ثاني هذا المول هذا انا ديجا في السرابط في اي حاجه لو بخي تاعها البنات يدير هذا اللي نيتواي الانر. صباح الخير ان شاء الله كم تكونوا صافا وتبوا تشاهدوا في الفيديو تاعي تاع اليوم. نقول لكم مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله راح نبارطاجي معاكم بعض المشتريات وبعض الافكار هكا باش تديو فكره وتشوفوا واش كاين في السوق. قبل كل شيء البنات ما تنساونيش بلي لايك، والناس اللي مازال ما داروليش ابوني ديروا لي ابوني، ما كي خاسره والو كي ديري لي ابوني. راه تقريبا يعني المشاهدين كامل نصهم مش دايرين لي ابوني، يعني ما كون خاسرين حتى حاجه كي ديري ابوني باش توجور تشوفي جديد. البنات هذو الحوايج اللي شريتهم راني ما شريتهمش في نهار واحد، هذو البنات على مدار 15 يوم، وانا كل مره نخرج نشري شويه ونعاود نولي. اليوم راح نبارطاجي معكم اول حاجه هذا الافريشه، ومن بعد ان شاء الله نروحوا للمعن. شريت البنات هذا الكوفغولي شريته ب 550 الف جاي تاع الشتا، شويه خشين، حبيت نبدل باسكو ناقصه شويه في الفراش، يعني ما عنديش بزاف الفراش مع الغسيل وكامل بداو يخسروا لي الحوايج تاعي. اليوم شاركت معكم هذا الفراش هذا اللي شريتو ب 550 الف. لهنا هاد لي كوسان ديكوراتيف البنات راح نديرهم مع هذاك الكوفغولي اللي شفتوهم. هذو البنات انايا ما شريتهمش خاطر غاليين بزاف، ولو بخي تاعهم يدير 170 الف للوحده. خيطتهم جاوني موان شغال البنات، شريت ميطرا تخيلو ب 60 الف، وشريت كبه هكا تاع صوف غير ب 30 الف، وخيطتهم البنات 60 الف، يعني كامل جاوني ربعه زوج هكا كاري وزوج يجيو طوال، ما سقامليش مام با 200 الف. ولهنا بغيت نشارك معكم ثاني هذا البلاد هذا اللي عجبني بزاف وجاي ستيل تاع الشتا. تقدري تحطيه في الصالون، تقدري تحطيه في لاشومبر هكا تغطي به رجليك، ديكوري به، تتغطي به، يعني هايل بزاف البنات. هذا انا تكلحت فيه، كنت شريته ب 300 الف، ولكن هو لو بري تاعو او يدير غير 270 الف. حبيت نمريه مع هذا لي كوسان هذو هكا باش يعطيو منظر. بالنسبه اللي طابي البنات تاع سال دو بان والفيسي، شريت هذا تاع سال دو بان شريتها ستيل هذا جالاكسي مع تاع الفيسي، هذيك الكبيره 70 الف والصغيره شريتها ب 30 الف. وهنا البنات هاد لي فاز هادو اللي كنت ديجا نعدتهم لكم قبل في محل زين دارك، وقلت لكم راهم على برا يجيو غاليين بزاف بزاف البنات، البخي تاعهم يدير 150 الف. هنايا كي لقيتهم انا صراحه كانوا بروموسيون، قلت نبروفيتي لوكازيون، اصلا انا كنت حابه نشري لي فاز، قلت نديهم مادام البخي تاعهم هكا يعني غير ب 60 الف، حاجه يعني ما تلقيهاش باختو. شريت البنات هذا ستيل هذا، وحده تجي هكا طويله وهذاك الشكل اللي قدامها 60 الف البنات الوحده، زوج جاوني ب 120 الف، يعني البخي تاعهم ريزونابل. يا اخي قلت لكم انا كنت بارطاجيت معكم البنات في لي فيديوهات السابقين، تقدروا تدخلوا وتشوفوا، يعني المحل وين اجيها راهو جاي اكزاكت، وتروحوا تاخذوا فكره ولا تشريو. راه البنات راه ماشي اشهار، ما عندي حتى علاقه بالاشهارات، انا مازالت قناتي صغيره ماشي تاع اللي ندير اشهار، جوست حبيت نبارطاجي معكم فقط لا اكثر ولا اقل. لهنا البنات هاد لي تيج هادو شويه جايين غاليين باسكو مومش ارتيفيسيال، هاد لي تيج هادو ناتورال، لازم تحافظوا عليهم لو ماكسيموم باسكو يتفتتوا، ولازم اشاك فوا ديروا لهم لالاك باش يبقاو شادين لكم. هنا صراحه هاد الستيل هذا بزاف بزاف عجبني، وراه طوندونس ستيل يعني تاع فصل الشتاء، والبري تاعهم يدير 125 الف. هنايا البنات ثاني شريت هاد الفاز هذا اللي السعر تاعو يدير 100 الف، هذا فاز دو كوان، يعني يجي في لي كوان، تحبي ديريه في صالون في لي شومبر في الكولوار كيما بغيتي، البري تاعو 100 الف. ولهنا جينا لهاد لو بلا هذا تري تري سامبل تاع البوا، راهم حتى هما كيما شفتو طوندونس بزاف، البري تاعو 10000، وشريت ثاني هاد لاكاراش هذه شريتها ب 10000، تقدري ديري فيها واش حبيتي.
واللي هنا جينا الحاجة اللي بغاها قلبي وفريمون تعجبني بزاف، وما كانش احنا عندنا دار عند الشاوية ما عندوش الطاجين والطابونة. احنا هاد الحوايج هادو ضروريين في كل دار. لهنا البنات شريت هاد الطاجين هذا جاي تاع قرمودة البنات، صنع محلي 100% تاع الجزائر جو كروا، مخدوم في تيزي وزو. شوفوا كيفاه جاي خفيف، لا كولور تاعو هايلة وجاي محبب. البخي تاعو البنات 45000، حنايا ناس الشرق نقولوا نديروا الكسره، ويعني كسره خميره، والرخصيص ولهنا يقولوا يديروا فيه المطلوع. فوالا، ولهنا البنات كنت شريت هذا الطاجين هذا تاع الفخار صراحه. شريت العام اللي فات واحد وطرطق لي، يعني تشقق لي بدون سبب، ما عرفتش علاه. يعني فريمون الماكله تاعو تجي موح بنينه بزاف بزاف يا البنات، تعطي واحد لوغو واحد المذاق روعه. هذا البنات شريته 110000 من عند صاحب راجلي يخدم قدامه، يبيع الحوايج هكا تاع الطين والفخار. شوفوا البنات كيفاش يجي غامق هكا من داخل، تحبي ديري فيه اي حاجه البنات، جواز ديري فيه، عجه، كمونيه، يعني ديري فيه كلش. والبنه يا البنات ما عندي ما نحكي لكم، الماكله تاعو تجي سبيسيال. البخي تاعو البنات قلت لكم شريته 110000 وكل محل كيفاه. لهنا كنت شريت ثاني هاد السباتولا هذه اللي جايه على شكل كوغ في الغوج. انا عندي واحد المقله تاع لي كخاب في الغوج، الوغ ديت هذه البخي تاعها يدير ب 30000. ولهنا عندنا البنات هاف لبغا هذا بغا ميكسور، ما كنتش حنشريه البنات، قلت لكم انا شريت غير الشيء اللي خصني فقط، يعني ما نقعدش اشاك فوا غير شري 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 هكا ما عادش تفريها، وماشي اي حاجه نشوفوها لازم نشريوها، الواحد يمشي يقيس. البنات هنايا قلت لكم شريت هذا لو بغا ميكسور، جاي لا مارك بوماكس، هو صراحة تاع لاشين، باسكو مولينكس وهذوك لي مارك يعني تاع فرنسا وتاع الالمان غاليين بزاف صراحة، لو بخي تاعهم 800 850 900، كنت سمتهم جاوني غاليين بزاف. شريت هذا البنات 480. ولهنا راح نرجعوا لهذ السلة هذه اللي تحبي ديري فيها لي فخوي، تحبي ديري فيها الخضرات، تحبي ديريها حتى كان الناس يشتهم دايرينهم في لي سال دو بان، كل وحده وين تفكر ديرها. انا شريتها باش نديرها في الكوزينه ونحط فيها الخضره، جيها نحط فيها البصله وجيها تاع البطاطا، ومن تحتها تحبي ديري فيها الثوم، تحبي ديري فيها اي حاجه. لو بخي تاعها البنات هنا شوفوا في التيكي راهي كي 160000، مي هي في الحقيقه راهي كي دير 140، باسكو قال لي رانا نقصنا لهم في لي بخي، رجعناهم يديروا غير 140000. فيها لي كولور البنات غير نوار والبلون، يعني ما فيهاش لون واحد اخر، حاجه سامبل وخفيفه وتجي سهله، يعني كي تجي راح تنظفي تنقي ولا تجيك سهله باش ديبلاسيها من جهه لجهه. فوالا. اما بالنسبه لهذا المول البنات، المول هذا انا ديجا كنت طيبت فيه، سي بوغ سا نحيت هذاك التيك اللي يجي من فوق. هذا البنات تيفال 100% لو بري تاعو يدير 80000، عجبني بزاف الديزاين تاعو، وسييت فيها البنات مسكوتشو ما تسقليش نهائيا. زدت شريت هذه السباتولا هذه دير 20000، باسكو دي فوا كنخدم لي تارت ولا حاجه باش نليسي بها ونعدل بها لا تارت تاعي، قلت لكم دير 20000 البنات. هذو شريتهم من تحت الشهادة من زنيقة العرايس، كان واحد السيد يبيع ثم حوايج هكا لماعن دي تخويك هكا اللي يخدموا بهم الكاطو، وهذا الحلال ولا القنوط الصغير كان مدو البنتي قالها هاكي تلعبي به. فوالا الوغ لهنا عاودنا رجعنا كيف كيف الماعن. هاد المولا البنات قلت لكم شريتو ب 120000، عجبتني لا كولور تاعو في البلون، جاي الزجاج تاعو هذاك الخشين ماشي الخفيف، وحبيت نمشيه مع السيرفيس تاعي، سيرفيس على طابل باسكو هو جاي في البلون. هكا دي فوا كي ندير غراتان في رمضان ولا باش نحطو ديراكتومون، ما نحبش انايا كيما نقولو حنايا نسر بي ديراكتومون في ليزاسيات، نحب نحطو هكا في النص تاع الطابله، ومن بعد نسربي ديراكتومون لو بري تاعو يدير 120000. لهنا البنات عاودنا رجعنا، هادو حبيت نبارطاجيهم معاكم، شريتهم العام اللي فات ولقيتهم كيف كيف هذا العام في ساحة الشهداء يدورو، حبيت نبارطاجيهم معاكم، ولكن البري تاعهم البنات غالي بزاف، راهم ماكي 50000 لاسيه.
هاد الحوايج هادو اللي جايين في الدوغي راهم بزاف بزاف غاليين. هادو قلت لكم كنت شريتهم العام اللي فات في العيد، العيد الصغير، حبيت غير مبارطاجي معاكم هكا باش تاخذوا فكره وتعرفوا لي بري وين راهم يدارو. شريت 3 نورمال وشريت وحده هكا تجي مستطيل، باسكو هكا دي فوا في سهرات رمضان تحبيت تحطي فيها حلقوم قلب اللوز ولا حبيت يعني ننوع، ما بغيتش نجيبهم كامل مضوئين. لهنا البنات شريت هذا البريق هذا ولا البراد ولا البقراج كل وحده كيفاش تقولوا تاع الداي هكا باش نديرو يعني في سهرات رمضان هكا ديري تاي وتحطي فيه كما تعرفوا رمضان يحب هكا حوايج كما نقول حنا سبيسيال في الدوغي. لو بري تاعو البنات يدير 300000، انا شريتو 300000 مي دوكا سي سيغ يكونوا زادو باسكو هذا شريتو قلت لكم العام اللي فات لو بري تاعو 300. وشريت ثاني شريت لها السنيوه هذه اللي تجي صغيره، كل مره واش ندير فيها ساعه نخلط فيها الحنه ساعه نحط فيها هذا البراد هذا باش كيكون سخون هكا ما يحرقلكش هذاك الطابي اللي راكي حاطه عليه. لهنا البنات راح بارطاجي معاكم هاد السنيوات هذو لي بلا. صراحه شوفوا راح تشوفوا فيهم يعني اختلاف، كل وحده شريتها موتيف زي، ما بغيتش نشريهم موتيف واحد على مره باسكو تحبي يعني تحطي فيهم لاتاي تحبي تحطي فيهم سيرفيس تاعك تاع قهوه وحليب، يعني حاولت ننوع في لي موتيف سورتو سورتو. علاش؟ باسكو عجبني هذا الموتيف هذا اللي راكم تشوفوا فيه تحت سنيوه صغيره وما لقيتش فيه الكبير. الوغ يعني جبت يعني دي موتيف مختلفين عادي اصلا راهم يبانوا كيف كيف. جايين البنات هكا تاع كيما نقولوا حنا تاع الدوم والصحاح وماشي هذوك اللي يجيو فخاجي اللي تحسيهم هكا يجيو شغل ورقه ماسا، هذو لا لا البنات خشان وملاح وكيما نقولوا حنايا حاجه اللي الدوم اللي قلت لكم لو بري تاعهم انا شريتهم 1.5 مليون مليون وخمسين الف سقامو لي كامل صغيرة 300 وواحد هذيك اللي فوقها 400 والاخرى جاب لي ربي 500 وساعدني فيهم شوية. قلت لكم هادو شريتهم العام اللي فات البنات ولكن لازم تحافظوا عليهم سورتو الناس اللي ساكنين في الساحل البلاصة اللي فيها الميديتي، حاولوا تحافظوا عليكم هكا باش ما يحولوا لكمش وما يروح لهمش هذاك الدوغي تاعهم شباب. هذه هي البنات. ولهنا البنات راني نحاول نعت لكم يعني غير الماعن اللي نستعملوهم في شهر رمضان. لهنا ثاني كيف كيف البنات هاد لو سيرفيس هذا عندي منه زوج، دوك نقول لكم على هذا باسكو البنات كي شريتو كانت كسر لي فنجان واحد سي بوغ سا شريت زوج، حبيت نبارطاجي معكم برك هكا باش تاخذوا فكره. هذا قلت لكم البنات شريتهم في العيد الصغير ولكن واحد نستعملو يعني رمضان وواحد نستعملو ان شاء الله في العيد. في رمضان كما تعرفوا نحبوا نديروا سهرات نحطو تاي نحطو شويه مكسرات نحطو شويه حلوه ونديرو سهره رمضانيه. هنا شوفوا البنات الديزاين تاعو كيفاش يجي روعه، ستيل تاع الترك البنات. لو بري تاعو يدير 300000، العام اللي فات كنت شريتو 300، هذا العام ما عنباليش ممكن يكونوا زادوا في لي بري تاعو. جايه لاسيات تاعو تجي في الدوغي باسكو انا عندي كلشي تاعي في الدوغي سي بوغ سا لازم نتبع. لهنا شوفوا البنات الديزاين تاعو كيفاش يجي بزاف هايل وشباب. جاي البنات الفاغ تاعو جاي هذاك الصحيح ماشي من هذاك الرقيق يعني اللي تخافي كي تكوني تغسلي فيه ولا يطرطق لك في يدك. قلت لكم هذا كنت شريته العام اللي فات شريت زوج، واحد نخليه يعني نستعمله في رمضان وواحد نستعمله للعيد. ولا كي يكون عندك زعما هكا لما ولا يجيك غاشي بزاف ما تقدريش تحطي، يعني انا ما نبغيش نحط نوع زي ونوع زي، نحب نحط كل شيء كيف كيف. وشريت ثاني هذا لي زاتاش هذو اللي يحكموا بهم البنات لي طورشون لي سيرفيات، تحبي ديريهم مع سيرفيس تاع القهوه تحبي ديريهم مع سيرفيس طابل تاع الماكله. قلت لكم هذو البنات انا كنت شريتهم العام اللي فات ب 90000، هذا العام هذا ما عنباليش يكونوا زادوا سي سيغ باسكو دوكا راني نشوف فيهم يديروا 120000 130000 يعني كل واحد كيفاه راهو يبيع فيهم فوالا. ولا هنا حبيت نعت لكم البنات سيرفيس اطابل تاعي فيها البنات 32 بياس. لو بري تاعو راه هو كي يدير 1,200,000 1,300,000 يعني على حساب لي بياس لي تشريهم، كي تنقصي بيان سور راح يجيك شويه موان شير. هنا البنات عنده هذا عنده عامين، فقط حبيت نبارطاجيه معاكم لانه البري تاعو شويه يعني موان شير باسكو نشوف فيهم دوكا لي سيرفيس اطابل باش تشري حاجه الله الله بالهمه ومنا لو بري تاعها يدير 2.5 ملايين فما فوق. انا ما بغيتش يعني واحد يمشي
يمشي يقيسو، بغيت نبارطاجي مع الناس يعني اللي تمشي جيست جيست. هذا البنات فيه قلت لكم 32 بياس، فيه المهم كما راكم تشوفوا فيه الغمايق تاع الشوربه 6، هذوك تاع الجواز ولا الكفته ولا 6، فيه لي بلا هذوك تاع تاع الكغاتان فيه 6، لي بلا لي يجيو كبار عليهم شويه زعما تحبي ديري بلا فاريي ثاني فيه 6، وفيه هذاك البلا الكبير، وفيه هذو تاع الطاجين الحلو ولا تحبي ديري فيهم ديسير فيهم 6، فيه ثاني هذا لا سوبيغ هذه، وفيه ثاني تكلبنات هذا ثاني هذا لي زاسيات هذو تحبي ديري فيهم بوراك، تحبي ديري فيهم هكا كي ديري كيما نقولوا حنايا لي سوفلي ولا المهم لا بات فيت واش تحبي ديري فيهم ديري فيهم. المهم البنات فيه 32 بياس، راهو كي كل واحد كيفاش يبيع فيه 1,300,000 1,400,000 على حساب لي بياس اللي راكي تدي فيهم. الصراحه لما عن هذا العام راهم غاليين بزاف بزاف، ربي يكون في عون الزوالي هذا ما كان. المهم البنات ما تنساونيش سورتو سورتو بلي لايك، والناس اللي مازال ما داروليش ابوني ديروا لي ابوني هكا باش تحفزوني ونوصل لكم يعني كل جديد ان شاء الله، وتهزوا من عندي افكار باذن الله تعالى. ولهنا جينا شويه لي برودوي مواد التنظيف ومنا، قلت لكم البنات هذا الفيديو هذا راه مصور على اجزاء لانه ما نقدرش في نهار واحد نصور لكم، واش شريت لازم كي نشري نصور ونخبي ديراكتومون هكا باش من يعني ما يعني ما يديليش التصوير وقت كيما نقولوا حنا طويل بزاف. لهنا البنات شريت هذا هذا دوزو دوريزون ولا باش كيفاش يسميها، صراحه ما تضحكوش عليا اللي يجيو فيها هذوك العواد صراحه تريح تري تري بيان، سورتو كي ديريها في لا شومبر ولا في الصالون تحطيها في هذوك لي بلا ميغوار تجي هايله بزاف، لو بري تاعها يدير 100,000. ولهنا البنات كنت شريت ثاني هاد دوزو دوريزون ريحتها واش نقول لكم روعه، بصح شويه غاليه انا تعجبني نحب نديرها في لي سورتي دبان في الحوايج كي نغسلهم دي فوا هكا نحل الخزانه هكا ونفشفش شويه باش تبقى الريحه تاع الخزانه والريحه تاع تاع الفراش تبقى ريحه مليحه ما تجيش فيهم هذيك الريحه تاع الخزانه كم تعرفوا. لو بري تاعها يدير 100,000. وثاني شريت هذه، هذه صراحه ما نكذبش ما شريتهاش، رحت الحانوت لقيت هذوك اللي يجيو يدوروا هكا على الحوانت، لقيت راجلي عجباتو شراها نحيتها له قلت له هاتها هنايا. لو بري تاعها البنات يدير 60,000. هذو هما يعني الحوايج كيما نقولوا حنايا تقريبا اللي شريت. وثاني تكشريت البنات هذا البرودوي هذا اللي راح ننظف به باذن الله ان شاء الله لما عند تاعي تاع الاينوكس كيما تعرفوا رمضان لازم نعطوهم حكه صحيحه. ولهنا كنت شريت ثاني هذا ليغون هذو تاع ماليزيا، صراحه لا مارك هذه هايله بزاف، لو بري تاعهم يدير 18,000. ونقول لكم نكون افدتكم ونكون عطيتكم فكرة على بعض تحضيرات رمضان ومشتريات رمضان وكل واحد وقيس والبنات، ونقولكم تبقوا على خير في الفيديو القادم ان شاء الله.